بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، سعد الله مساكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم ونجدد بكم أطيب التحايا وأتم الترحيب من هنا من أرضية ميدان البصير لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا، ضمن تحديات وانطلاقات هذا المساء وشعارات أبناء القبائل الحاضرين والمتواجدين هنا من أجل نيل المركز الأول وتحقيق الإنجاز والناموس. نتمنى التوفيق لكل الحضور، لكل المتواجدين والباحثين عن أغلى النواميس، سواء هنا في هذا الميدان أو في الميدان الرئيسي. نتمنى التوفيق لجميع الحاضرين. للحديث بغية، نحن وإياكم هنا مع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة، مع هذه الأسماء والانطلاقات المتميزة، وهذا هو خامس أشواط هذا المساء المخصص للقاية البكار. من مسافة 4 كيلومترات غررتها اللجنة المنظمة لهذا السن، ونبدأ وإياكم حضورنا الكريم مع أول الأسماء، مع المركز الأول، وهذا هو شعار المغرز ينطلق مع المركز الأول. يا سلام يا أبو راشد، هذه هي غزلان عبد الله بن راشد بن عبد الله المغرز، من ينطلق مع المركز الأول مع بداية وانطلاقة هذا الشوط، وهذا الشعار دائما يتألق هنا في هذا الميدان أو في الميدان الرئيسي. نعم، هذا هو مشاهدين الكرام شعار صال وجال في دول الخليج، نعم في جميع الميادين، شعار المغرز. المركز الثاني يتواجد هنا حاملة رقم 32، من تتواجد وتنطلق مزنة لراشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي، يتواجد وصيفا هنا مع المركز الثاني. والدور دور المركز الثالث، وهذا الانطلاق المتميز والجميل من قبل وجود وانطلاقة الحذرة، وهذا شعار، نعم شعار الشامسي. أهالي الإمارات يتواجدون مشاهدين الكرام من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. محمد بن علي بن محمد بن حمد الشامسي يتواجد هنا وينطلق. الأشقاء من دولة الإمارات يتواجدون هنا في هذا الميدان من أجل المشاركة ومن أجل الناموس. يا مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، هنا في هذا الميدان، هنا في هذا الكرنفال التراثي المميز. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. ونتواجد هنا مع الراسية، من تتواجد وتنطلق. صالح بن حمد بن صالح الغفراني المري يتواجد هنا وينطلق مع المركز الثاني. والدور دور المركز الثالث، من الجانب الأيمن تتواجد الهبيبة مع المركز الثالث. من الجانب الأيمن مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي ينطلق من الجانب الأيمن. المركز الرابع عندك يا الشامسي. المركز الخامس، الله، من الجانب الأيمن، هذا شعار العمدة الحاضر والمنطلق، أو شعار المجدور، أوزان العجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. المجدور من يغير هنا مع المركز الثالث إلى المركز الثاني إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام. وشعار بن مقارح كذلك يتواجد هنا وينطلق. شعار علي بن حمد بن مقارح يتواجد هنا وينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا منوة، وهذا هو بخيت بن حمد بن مقارح، يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس، الله، شعارك يا بن صرير ينطلق مع الدوحة. بارك بن محمد بن علي الجربوعي المري، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، احلوت المنافسة. المركز الأول مع المجدور، المجدور وأوزان، أوزان أوزان مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. والكيلومتر الأخير، الكيلو المثير يا متأخرين. المجدور ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني بن مقارح ينطلق مع منوة. بالعرج مع المركز الثالث، أو هنا بن صرير ينطلق مع ثالث الأسماء ويقدم الدوحة. الله الله، المركز الثالث، أول ندى وصول لانطلاقة وجود الهدى، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. المجدور 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 المجدور
الأمور، ينطلق مع المركز الأول مع بداية الأمور، لا زالت الأمور مع المجدور هنا بلعب صرير. الله الدوحة بالعرج بن صرير، وكذلك هنا الحضور والانطلاق من قبل وجود وانطلاقة الربيط. السنيدي ينطلق مع المركز الأول، يا سلام من خليل الشهواني، الشهواني يا سلام يا سلام، رهف 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 خليل بن عبد الهادي الشهواني، ينطلق مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام يا الجنرال سعيد بن راشد الزعبي، من يتابع هذا الانطلاق؟ يا سلام. أو هنا مشاهدينا الكرام، عزيز بن سعيد الجحافي، من يتابع هذا الانطلاق؟ سلام يا الجحافي سلام، وتسلم يمينك على هذا الفوز المستحق. وكانت البطلة المتوجة بناموس هذا الشوط رهف الخليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني الهاجري، قاطعة المسافة 4 كيلومترات في توقيت زمني مقداره 6 دقائق و5 ثواني و53 جزءا من الثانية. تهانينا الخليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني الهاجري على هذا الفوز المستحق، وتهانينا وناموس لجميع الفائزين.